في مشكلة بدأت تظهر لأغلب مستخدمين الهواتف، وهي انقطاع الصوت وظهور علامة السماعة في شريط الإشعارات في التليفون بتاعك. طيب دلوقتي عايزين نحل المشكلة دي، لكن انت ما تقلقش، المشكلة مش في الجهاز نفسه لكن المشكلة في الإعدادات، وهنظبطها كده مع بعض بتطبيق بسيط جدا. يلا بينا كده نبدأ الشرح، لكن ما تنساش تعملني بلايك واشترك في القناة، ويلا بينا. اول حاجة بتروح عندك على متجر جوجل بلاي، وبعد كده بتدور على حاجة اسمها عندي هنا ايرفون مود اوف، زي ما انت شايف كده ايرفون مود اوف، تضغط عليها ضغطة وبتنزل اول تطبيق يظهر لك، اللي هو ظاهر معاك بالشعار ده كده. فانت كل عليك بعد ما تيجي تنزل التطبيق تقدر توقف الفيديو لحد ما التطبيق معاك ينزل، وبتضغط عندك على كلمة فتح بعد ما يتم تثبيت التطبيق. هتضغط عندك على كلمة فتح كده، وبعد كده بيقول لك هنا دي عايز انك تدي له بعض الاذونات لاستخدام الهاتف نفسه، فانت كل عليك بتضغط عندك على كلمة جيف، وبعد كده اثناء استخدام التطبيق هو بيطلب منك الجي بي اس، ممكن مرة واحدة فقط او اثناء استخدام هذا التطبيق، ممكن نخليها هذه المرة فقط. وبعد كده بنقول له هل تريد سماح بالتطبيق ان هو يرسل اشعارات اليك، قول له هنا سماح، برضو تطبيق المكالمات قول له برضو سماح، وبعد كده بتستنى شوية لحد ما يفتح معاك التطبيق بشكل كامل. طبعا بتدي له كل الاذونات، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة نيكست زي ما انت شايف كده. طبعا هنا بيقول لك بليز ويت، وبيبدا يعمل اسكان للجهاز بتاعك يشوف ايه المشكله في الصوت وايه المشكله في السماعات، السماعات الداخليه والخارجيه، وكمان لو انت لابس ايربودز. تمام، فانت دلوقتي بتضغط عندك على كلمه جو، تضغط عليها ضغطه كده وبتستنى كده شويه لحد ما نشوف المشكله دي. بيقول لك هنا بليز ويت، هنا زي ما انت شايف كده بيقول لك السماعات، ادي السماعات الخارجيه وادي السماعات الخاصه بالايربود او خاصه بالسماعات اللي هي بسلك دي. فانت كل عليك بس بتضغط عندك على كلمة اوف هنا. تمام، طيب ونفترض انك لقيت دي اون، اعمل دي اوف وجرب في الاثنين، يعني تركب السماعة كده وابدأ اسمع وجرب في الاثنين. طيب دلوقتي هتلاقي الصوت معاك شغال، تقدر تعمل تيست هنا زي ما انت شايف مثلا كده، الصوت شغال برضو. ده بفصل السماعة الخارجية وبروح عندي على سماعات الفون اللي هي بسلك، تضغط عندك على كلمة تيست وهتلاقيها شغالة معاك عادي جدا. طيب دلوقتي تقدر تجرب وتشوف الخاصيه دي هتشتغل معاك ولا لا. طيب انت في تركايه كده لازم أن تكون انت عارفها، ما تحاولش انك تخرج من التطبيق، خلي التطبيق في الريسنت، يعني كل عليك بس بتروح عندك بتخرج من التطبيق كده. تمام، يعني ما تروحش كده تجيب التطبيق وتخرج منه خالص زي ما انا خرجت من التطبيق اللي جنبه كده، لا انت تخلي التطبيق شغال في الخلفيه عادي جدا وهيشتغل معاك الصوت. وكده احنا حلينا مشكله انقطاع الصوت وظهور علامه السماعه. علامه السماعه لما دام هي ظاهره معنى كده ان في سماعه واصله في الجهاز، لكن انت فاصل سماعه الجهاز من الاساس، وتلاقي المشكله دي موجوده عندك في الجهاز، لكن انت استخدمت سماعات مش اصليه، او انت استخدمت سماعات بسلك تكون تلفه، او في سلوك مثلا ملمسه ببعض، حصل قفله داخل الجهاز فمبوظه بعض الاعدادات في الجهاز. فانت لو حاولت تعمل ضبط مصنع هتلاقي المشكله دي اتحلت، بلاش ضبط مصنع خالص واستخدم التطبيق اللي انا قلت لك عليه، هتلاقيه اسهل واخف والموضوع مش محتاج تعقيد ان شاء الله. كده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.